بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى وصحبه وسلم سليمة. الجزيرة نت: أمريكا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة. فأمريكا تشهر حق الفيتو لرفض مشروع قرار لإيقاف الحرب فورا في غزة التقاطا للأنفاس ولإعطاء حسن النية حتى تبدأ المشاورات في ملف الأسرى. لا إله إلا الله. تقول جزيرة نت: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب العدو على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع. وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، يجب أن تحترمه كل الأطراف، والإفراج الفوري وغير مشروط عن كل الرهائن. الحديث طويل هنا إن شاء الله تعالى. إذن سنعلق بإذن الله على هذا القرار وهذا الفيتو. مش تعرف نعمس. لا إله إلا الله. كما ورد إن شاء الله تعالى في الخبر الذي تناقلته وكالة الأنباء أن أمريكا فعلا رفضت هذا القرار مستعملة حق الفيتو لإقبار مشروع تقدمت به مجموعة من الدول الذي ينص على الوقف الفوري للعدوان في غزة. إذن واسمه هي الملاحظة إن شاء الله تبارك وتعالى، تعليق إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. أولا هذه الأمم المتحدة وهذه المنتظمات وجميع المنظمات تابعة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، لا هاي كل شيء، هذا الشيء المنبثق عليه، هي مؤسسات أسسها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. والأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية المنتصرون في الحرب، 5 من البلدان الذين انتصروا أعطي لهم حق الفيتو. يعني أن لو أن العالم كله يقف في جهة المظلوم وجاء واحد من 5 اللي هي شكون؟ أمريكا، نصرانية، زيد بروتستانت مع الانجليز زوج، فرنسا نصرانية كاثوليك، روسيا فرنسا أرثوذكس يعني نصرانية أرثوذكس، والصين معناها، هذو 5. لو أن العالم كله يقف يريد مثلا يقدم خدمة لأي بلد، ثم قامت واحدة من 5 فرفع الممثل تاعها رفع، يقولك صافي مشان، يعني واحد يسقط كل شيء. هذا حكم الغاب، المنتصر. إذن فلا تنتظر من لعبة الأمم أن تحقق للمسلمين شيئا. هذا واسمه، هذا يبيعون المزاح. اللي راه يستنى باش الأمم المتحدة في حالتها الآن وكيف أنشئت ولماذا أنشئت ومن الذي أنشأها ونظامها الذي تعمل به ولا زال يعول عليها، فاعلم أنه مسكين، زيد مسكين مبعوج واسمه العقل، لأن ما عندهم مسكين، ما عندهم علوم، ما قرأوا علوم سياسية، ما قرأ على الآخر، ما عرف على شيء. ولذلك مسكين شي ناس، أنا كنت نسمع لك المحللين السياسيين يجي يضحك يبقوا يديروا شي تحليلات، أولدي روح الله يهديك. ثانيا ياك سيدي، هذه المنظمة يعني قال لك سيدي دارت باش تضمن حقوق الإنسان وكذا، هل تحركت؟ إيوا، هل المنظمات تبع الأمم المتحدة لكي تقدم شيئا لهؤلاء الموتى جوعا المحروقين من السماء والأرض المعذبين في الأرض المحاصرين 18 سنة 19 سنة لم يقدم لهم حتى الماء حتى الدواء حتى الطعام، هل بعد ذلك يرجى من هؤلاء؟ أنتم تتبعون السراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ماذا تنتظرون؟ تعليقات بالزفقة في القنوات وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب
يا رب يا رب. ثالثا، ما معنى القانون؟ ما معنى القانون؟ غزة تحارب عسكريا وسياسيا وثقافيا وغذائيا وأمنيا ومخابراتيا وتحارب قانونيا. واسم هو القانون، واسم هو القانون. عبد الرزاق الصنهوري أكبر علماء القانون في العالم الإسلامي عنده هذه القاعدة، كيقول لك واسم هو القانون يكون بين دولتين متساويتين في القوة أو الضعف، أما حينما تكون القوة فثم زي قانون. اللي يدير القانون غادي يديروا باش يحكم على راسه. نعاود لكم هذه القاعدة نتاع عبد الرزاق الصنهوري رحمه الله. القانون فوقاش يكون؟ القانون فوقاش يكون؟ يكون بين قوتين متساويتين، إما في القوة كيف كيف بحال روسيا مع أمريكا الأقطاب، أو في الضعف بحال المغرب. لا ما نديروش المغرب كي تضحكوا عليا، بحال سيراليون وموزمبيق. أما حيث تكون زيد القوة زيد زيد، فالقوة هي القانون. ولذلك دائما كيقولوا واش 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 قوة الحق هي اللي تغلب ولا حق القوة؟ واش قوة الحق ولا حق القوة؟ ايوا قول لي. ها؟ حق القوة ينتصر على زي قوة الحق. الحق عنده قوي، ولكن إذا كان الحق ما عنده شيء اللي ينصره. ولقد أنزلنا إليك زيد زيد الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا زيد الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أنت تنصر بالقوة، قوة الحديد، الصناعات المدنية، التيار المدنية والسيارات والصناعات العسكرية. ها؟ ولذلك اخويا اخويا اللي كتسميهم مثلا هذه مؤسسه قانونيه دوليه، واسمو هذيك داروها الناس اللي داروها، داروها باش يخدموا مال القانون، هما يخدموا حقوقهم. ها هذه الثانيه، لا اله. ثالثا، الاقوياء هم الذين يؤسسون هذه المنظمات بعد انتصروا ليحفظوا مكاسبهم زين، ولئلا يهددهم في المستقبل من يريد ان يضغط عليهم باسم القانون فهو يحجم ليرد الى ما حتى التقدم ما يخلوش هاد الدول تقدم، لان يديروا لها شي انظمه تحكمها لكي تزيد باش تفريني التقدم تاع هاد الشيء، لان ذوك اللي تقراو مش هادي يربحوا يمشوا يهربوا يديوا منها يقراو، وخصك تقرب الفرنسيز باش توجدهم ولا ماشي يخدمهم وتخليو لنا حنا غير البوادة بحالي. سمعت؟ يعني هذه واسمه المركز يرعى عبر هذه الانظمه زيد زين التخلف، يرعاه. فلا يرضى عليك العدو إلا إذا كنت منفذا زين مخلصا لكل الأوامر التي تعطى لك. ولذلك سألكم هذا التخلف اللي عندنا، راه تخلف هذا مصطنع. وش حنا عندنا تبارك الله العالم الإسلامي كاع على الخير. ألو كان ألو كان كان يحكم أفغانستان غير البارح استقلت، شحال هذه من استقلت؟ آمين. خلصت الكريدي كامل، عمرو شفتوا هذه؟ خلصت الكريدي كامل ودارت المشاريع، شيء مشاريع عملاق، مشاريع عملاق. لو كنت تمشي لافغانستان، هذوك بوجلال وهذوك اللي خرجوا ميريكان بعد 20 سنة. الله الله الله. وحنايا البحر والبر ثالثا ولا رابعا، سمعت يا سيدي؟ هذا لا ينبغي أن يسمى مجلس الأمن، فصدق القذافي وهو كذوب، فهو مجلس الخوف ومجلس الحرب، وهو ليس مجلسا يرعى حقوق الضعفاء، وإنما هو مجلس يحرص على استمرار مصلحة الأقوياء المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية. خامسا، هو ليس مجلس العدل، هو مجلس الظلم، يرعى الظلم ويقف مع الظالمين، ولا أدل على ذلك مما نشهده الآن في تلك الأراضي التي تصرخ فيها النساء والأطفال. أين حقوق الأطفال؟ أين حقوق النساء؟ يحرقون بالنيران، وإنما يشرع لاستمرار الحرب ضد هذا النموذج اللي هو الإسلام السني بمؤسساته الحقوقية كلها والقانونية.
سادسا أمريكا تدعم هذا الكيان المصطنع بالمال والسلاح والفيتو والاقتصاد والدبلوماسية والمخابرات وكل شيء وكل شيء، ولا يستطيع أحد أن يثنيها عن ذلك أو مجرد أن ينصحها، فمن ينصحها يعرف جزاءه الذي يلقاه. لا هراوة لا هراوة، لا يعترف إلا شكون إلا للقوي، إلا للقوي عندهم النظرية نتاع 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 اللي راهم يقروها لأولادنا، كيقول لها نظرية البقاء للأقوى، كيقول النشوء والارتقاء نتاع داروين داروين. سابعا الله يا ربي يا ربي يا ربي، كما قالت هذه الفصائل المقاومة، إن أمريكا تعطي الدليل لمن يحتاج إلى دليل، أنها ليست ظالمة فقط ولكنها مشاركة في الحرب، لا لا هي التي تدير الحرب، لا لا هي التي تشرف عليه من قريب، لا لا هي المنخرطة من أخمص الأقدام إلى رأسها في هذه الحرب الظالمة بحضور قواتها وكوادرها العسكرية والمخابراتية، كل 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 كل، فهي الآن مشاركة. ثامنا ولا ما نعرف، بغيتوا تعرفوا التاريخ، لا تنسوا أن أمريكا قامت على جماجم السكان الأصليين فلم تبقي منهم شيئا، فهذا ديدنها. تاسعا، ليس العيب عيب أمريكا، فهي تعمل من أجل مصالحها، ولكن العيب عيبنا الدول العربية والإسلامية التي وقفت إما عاجزة إما متفرجة إما متواطئة إما متخاذلة إما مشاركة في العدوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاشرا وأخيرا، اسمع أيها المسلم حيث كنت، إن المقاومة في غزة هي رأس الحربة التي تدافع عنك، ولا تدافع فقط عن تلك الأرض ماشي 400 كيلومتر مربع، تدافع عنك وعن دينك وعن مساجدك وعن شرفك وعن التزامك وعن مساجدك. هنالك هدمت المساجد، هنالك قتل الأطفال والنساء، هنالك شرد الجميع، إنها تدافع عنك، إن مشروعهم ليس مشروع مرتبط أبدا بالأرض، إنها مواجهة عقيدة ووجود وليست مواجهة جغرافية وحدود، إنها دولة الوحيدة في العالم التي لم تدون في دستورها حدود دولتها، فقال دولتنا حدودها أين يصل الجندي الصوصي، وسترون التوسع بعد هذا الذي يحدث. لكن الله سبحانه من وراء محيط، وانا مانيش خايفان على خوتنا ولا هذوك صافي باعوا ارواحهم، انا على مانيش خايفان، انا دائما ندعي نقول اللهم انك ان تهلك تلك العصبه نخشى ان يدخل الفساد الى بيت كل مسلم في الارض كلها، لانك انت المستهدف، وانا لله وانا اليه راجعون، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.